المغرب سيظل في صحراء، والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معكم عصام ستيتو، فنان موسيقي ومندوب إقليمي للنقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية. جينا اليوم باش نشاركوا هذا الاحتفال مع فعاليات المجتمع المدني، وبصفتي كمندوب إقليمي للنقابة وكفنان ابن مدينة توريرت ابن الإقليم، عندنا غيرة على الوطن ديالنا الصحراء المغربية، أبا من أبا وكره من كره. السلام عليكم، معكم خديجة الساهل رئيسة جمعية وليدة المغرب. احنا جينا هذا النهار باش نحتفلوا بهذا العرس اللي كيحتفلوا به المغاربة قاطبة وساكنة توريرت خاصة، اللي كان نقتديو به بالقرار ديال سيدنا جلالة الملك محمد السادس اللي هو رجوع الأراضي الصحراوية بأكملها، وهذه فرحة كبيرة اللي كما فرحوها جدودنا في 1976، احنا اليوم كنجددوا هذه الذكرى بالفرحة ديالنا الكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا اليوم المبارك نعبر عن التفافنا ووقوفنا وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دعمه لقضايانا الوطنية، وفي مقدمتها قضيتنا الأولى الصحراء المغربية. رئيسة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حافظة حسون، نشارك في هذه المسيرة التنموية لمجلس الصحراء المغربية، ونحن وراء صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس المنجزات التي قام بها الكبرى لفتح السفارات في المدن الصحراوية كمدينة الداخلة. وأنا كصحراوية والأصل صحراوي وجذوري صحراويين من أزوافيت وقبيلة إسبع عمران، نندد كل من كان وراء الحقد للصحراء، ونحن مع الصحراويين في ما كانوا إن شاء الله. وأتمنى التوفيق للسداد لصاحب الجلالة، ونحن وراءه جند مجندون. نحضر ونشارك في هذه المسيرة باسم نادي الصحفيين الشباب تابع لثانوية الفتح التأهيلية، وذلك نصرة لقضية الصحراء المغربية وأيضا المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب خاصة بهذه السرعة وبهذه الوتيرة. وهذا يدل على أن الشعب المغربي قاطبة غير مستعد للتنازل ولو على حبة رمل من صحرائه. بالنسبة لي احنا كجمعيات رياضية الفنون الدفاعية وخاصة رياضة التايكواندو كنحتفلوا بهذا اليوم، هذا يوم كبير لاعتراف بعد الدول الصحراء المغربية، والصحراء ديما مغربية، وعاش الملك وشكرا. معكم مروان الأمير رئيس جمعية العهد الجديد للشباب والتنمية والبيئة. احنا جينا اليوم وخرجنا مع جمعية المجتمع المدني بمدينة توريرت مع الساكنة ديال مدينة توريرت من أجل التعبير على الفرحة بتحسين مغربية الصحراء، بالفرحة بالقرار الأخير ديال الولايات المتحدة الأمريكية، القرار التاريخي اللي كسبنا به الكثير، المكتسب الدستوري، المكتسب الدبلوماسي الكبير اللي قمنا به تحت القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، الدحماني عبد الخالد رئيس جمعية السجع للفرس الذهبي. اليوم نحتفل بهذه المناسبة لإشهاد ديال أمريكا، ونحن جنود متجندين وراء صاحب الجلالة، ونقول الصحراء في مغربها والمغرب
في صحرائه، والله يطول في عمر سيدي. بني كولال في طول المسيره الخضراء، وكنشكروا جلاله الملك، وعاش الملك. والصحراء تبقى مغربيه وتبقى مغربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جمعيه نادي المجد الرياضي لتوريرت نقف جنبا في صف ملكنا وشعبنا، ونحن مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أي قرار اتخذه في صالح هذا الوطن الحبيب. وديما صحراء مغربية وستبقى مغربية على أنف الحاقدين والمتربصين بهذا الوطن العزيز، وديما مغرب. كمجتمع مدني ومدينة سكان مدينة توريرت اليوم خرجنا كصوت واحد نبي، وكأمور صاحب الجلالة نقول الصحراء مغربية، احنا الراية حمراء، الرايه حمراء دمنا والنجمه خضراء عروقنا، وما نبغيو حتى شي واحد اللي يمسنا في ارضنا الحبيبه. وعيش الملك والصحراء مغربيه، وشكرا، السلام عليكم. صحراؤنا الصحراء صحراؤنا، والملك ملكنا، وعاش الملك عاش الملك، ولو كره الكارهون ولو كره الكارهون. احنا في بلادنا، احنا في بلادنا، والصحراء ديالنا الصحراء ديال المغرب، ديال المغرب. عاش الملك على الجدود، جدود جدود عن اجدادنا، ورثناها على اجدادنا. صحابيه والصحراء راهية، تحيه صحابيه والصحراء راهية. مغربيه جنسيه مغربيه، انا صحراوي بالعيا، انا صحراوي بالعيا. جنسيه مغربيه جنسيه مغربيه، سكنينا وانا نقاش، سكنينا وانا نقاش، في الصحراء مغربيه، الصحراء مغربيه. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.